عزيزي المواطن، اليوم رح أعلن لكم عن حملتي الانتخابية وبياني الانتخابي بشكل صريح. أولاً رح أطلع عليكم بسيارات أحدث موديل وموديل سنتا وسيارات بتحلم تتصور أنت قدامها، وبمواكب فخمة، وعندي 7-8 سيارات رح تطلع وراي لحتى تشوفني لأول وآخر مرة طبعاً بحياتك كلها يعني، أو للدورة الجاية. 2، رح وزع عليكم سكر ورز وسمنة وما خلافه يعني. والثالثان رح أطرش لكم صوري بكل الشوارع وأحلى شو هي أبني؟ شعارات معني. شعارات. وأحلى الشعارات مشان وين ما رحتوا تشوفوا صورتي. طبعاً رح ملي لكم عينكم يعني. رابعاً وأخيراً لأنه أهم شيء، رح تنتخبوني شئتم أم أبيتم بمصرياتي. يا أخي أنا مستغل ضعفكم وجعكم ونقصكم، نقص المصاري اللي بإيدكم مستغل، أنا مستغلكم، فرح تنتخبوني لأنه رح أعطيكم مصاري ورح أعطيكم سكر ورز وسمنة مثل ما حكيت بالبداية. شكراً لكم. استغربتوا؟ طبعاً هذا كان البيان الانتخابي لبعض من المرشحين لمجلس الشعب، وأكيد أنتوا عرفتوا صوت بدون ذكر أسماء. خلينا نكون نحط صوتنا بس بالمكان الصح، خلينا نحن نكون الصح ولو كان في بعض الأشخاص هن السيئين. ما نروح نحن بضعف أو بحسن نية وبدون علم نحط صوتنا معهم وعندهم لحتى هن يمثلونا، لأن أكيد الشخص السيء إذا مثلنا معناها نحن سيئين. نحن بدنا حدا يدافع عنا، بدنا حدا يصدر قوانين وتشريعات تكون معنا، مو لصالح أي حدا يستغلنا، لصالح أي شخص فاسد، لصالح أي تاجر فاسد محتكر الموال. طبعا هذا الشيء نحن ما بدنا إياه. نحن بدنا نكون إيد واحدة مع المرشحين الصح. يا ريت ننتبه ونعرف مين الصح لحتى نحط صوتنا معه ولإله، لحتى هو يكون يدعمنا ونحن ندعمه. وهيك بتكون خلصت معاناتنا بكل يوم. دمتم بخير، وإن شاء الله بكون حكيت ضميري وحكيت ضميركم وفشيت خلقي وخلقكم. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دايما بخير وصحة وسلامة.